بعد إعلانه حصرياً بقناة نوميديا عن عمل سينمائي يحضر لإطلاقه حول المجاهدة جميلة بحيرت، وصارت مع هذيك الأغنية تاع صباح وصار يقر حتى وصلت للإذاعة. من نهار اللي قلت لك الكلام، أنت الوحيدة اللي قلت لك الكلام هذا. كل يوم 200 مكالمة تليفونية تجيني. لا ولكن هذا الآن ذرك الناس راهم يتليفونوا لي، خاصة الممثلين والممثلات اللي حابين يترشحوا الفيلم. كشف رشدي عن عمل سينمائي آخر يحضر له بالموازاة، اسمه ثورة للبيع. في الأصل هي قصة صغيرة لم تنشر، تاع ألبير كوسري، هذا كاتب مصري، وآثر أن يقدم تفاصيله لجمهور قناة نوميديا. قصة شركة متعددة الجنسيات تبيع ثورات في العالم كله. احنا عندنا ثورة في بلاد غير موجود في جغرافيا اسمه فلورا. جماعة من فلورا يعني يروحوا للشركة هذه اللي تبيع ثورات ويقولوا لها حبينا ننظم نشروا ثورة في فلورا. يقول لهم مش مشكل، عملوا لهم تقييم وبعثوا لهم فاتورة، قال لهم يلا مشوا، بدأوا يمشوا الثورة وخيروا رئيس، عينوا رئيس وعينوا وحطوا له منطقة حرة داخل الوطن، وبدأت الثورة. قال لهم نهار الأربعاء على 6 تاع العشية نسلموكم الحكم. جابوا الرئيس هذاك يستنى نهار قبل الحكم. في الليل عمل حفلة احتفال بتنصيبه القريب في السلطة، مات سكتة قلبية، والباقي تشوفيه في الفيلم. ثورة للبيع في زمن ثورات الشتات، في زمن يقرن بين الثورة والربيع، فكيف سيكون حال الثورة التي اشتراها أحمد رشدي؟